جه الزمن اللي الاسلام زيك تضحك علي انا فوق نفسك يا بنت. ده انا فؤاد حامد فرعون. اوامرك يا صالح اللذه. سمعني خط سير البنت دي امبارح. ركبت تاكسي نزلت ميدان الجيزه، 7 دقايق قدام محل عصير جت عربيه كوبري خدتها وطلعت بيها المقطم، باتت في شقه مفروشه ونزلت الصبح شكلها غير ما طلعت خالص. سمع يا واطيه. روح انت فرعون معلن الصف تحت في الصاله وانا انزل لهم حالا ما اشوف اخرتها معاهم وهم راقبين. يلا اوامر ما عليك. انت فاكره نفسك شغاله فين؟ في مول مالوش صاحب؟ خدت كام من الخروف؟ طلعي يا بنت اللي خدتيه من الزبون بدل ما طلعهم انا. يلا يلا. $200 ده ايه الجبروت اللي انت بقيتي فيه ده؟ ده انت كان بيتعمل عليك حفله ب10 جنيه مقطعه. ما هو لولا المحل ده قليله الاصل ما كانش عمرك هتشم زبون زي ده. مسك يا سفله 500 جنيه هم انت 100 والمحل 100. انا طول عمري فير. الدولار النهارده ب5. خش على النت وسالي. انت مش عامله جروب في الفيسبوك؟ يلا منتشره روح شوفي شغلك. وانت عارفه لو اتكررت تاني هسلمك للاداب. قولي الله يرحمك يا بابا. كويس انك اتكلت قبل ما تشوف المهزله دي. دول دلوقتي بيسمعوا على النت. الشغلانه باظت يا حاج باظت. ايه الشكاوي كترت؟ هو انا كل يوم هجمعكم عشان اقول لكم شغلوا الصاله دي ازاي؟ الكباريه ده كله انا ادوره بصباع رجلي الصغير وما سيبش زبون يخرج من هنا الا وهو حاسس انه ملك، انه كان اهم واحد في السهره. مهما كان تافه حتى لو اضطريت انكم تبوسوا التراب اللي بيمشي عليه الزبون، وهو ده شرف المهنه. وانت انت يا سعلان ايه حكايتك؟ ايدك بقت تترعش من سن البيره. لو كنت كبرت وهتخرف اقعد في بيتكوا احسن. بصوا بقى انت ايه اللي خلاك تسيب الحمام وتنزل الصاله؟ في ايه؟ كنت قاعد على البار بشرب ازازه بيره. انا مش قلت لك 100 مره كل حاجه تجيلك في مكانك؟ الصاله دي ما تعتبهاش ابدا. ارتحت انت كده؟ ها ارتحت انت كده لما قلت له على كل حاجه؟ غور يلا على الحمام. لاخر مره بقول لكم الكباريه ده طول عمره البريمو على كل كباريهات مصر ولازم يفضل البريمو. مفهوم؟ يلا روحوا شوفوا شغلكم. ربنا معكم. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين آمين وبركة في العمر آمين وصحة في الجسد آمين وسعة في الرزق آمين وتوبة قبل الموت آمين وشهادة عند الموت آمين ومغفرة بعد الموت آمين وعفوا عند الحساب آمين. اللهم انصرنا على أعدائنا آمين. اللهم شدد شملهم آمين وزلزل الأرض تحت أقدامهم. تيجي ساعة الصفر تدلو الشهادة أولا وبعدين تضغط هنا. أنا مش طايق أروح المكان ده مولانا. الغاية تبرر الوسيلة يا ولدي. كن حذر وتعامل مع المكان على إنك زبون عتيق وتذكر الحرب خدعة. وأنا لها إن شاء الله يا مولانا. أمامك فسحة من الوقت. اقرأ ما تيسر من القرآن. أنا فرحان أوي يا مولانا أوي. الفرحة الكبرى لحظة استشهادك.
خد رسالة الباشا. رسالة الباشا. رسالة الباشا. اتفضل. ايه فيه؟ سيادتك انا بطلت عايز ايه؟ حاضر سيادتك انا كنت بس سيادتك البيت بيتي كنت عايز انقلها مدرسة حكومية وما عرفتش وكنت محتاج يعني محتاج ايه؟ خلصني سلفة 1000 جنيه وهردهم لحضرتك كل شهر حاجة. انت شغال ايه هنا بالظبط؟ حضرتك شغال عند حضرتك؟ ما انا عارف شغال ايه عند حضرتي يعني؟ انا سيد كيت يا باشا اللي بلم نقطة الزباين. انت هتعلمني يعني ايه كيت؟ ما انا عارف ان انت اللي بتلم. البت لو ما راحتش المدرسة بالمصاريف بكرة الصبح هيفصلوها سيادتك. ما يفصلوها تعليم ايه يا حمار؟ دي فشخرة كدابة. نص البنات اللي شغالين في الصالة تحت معاهم بكالوريوسات عملوا بيها ايه يعني؟ كل عيش يا سيد كل عيش. يلا روح على الصالة يلا يلا يلا. ولعنا نعم العذاب. انت دنيا نحن دنيا انت دنيا نحن دنيا الترابيزه اللي هناك دي عليها زبونتي القوي عايزاكي تصبي له بير وتثبتي امه اياكي يتحرك من على كرسيه. اصبي له بير عادي كده يا ابله؟ عادي مالك يا بنت ملخومه كده ليه؟ ما تفردي بوزك يا بنت. استني سكي يا ابله يا بنت بيني حته خلي الزبون يتثبت. ماشي يا ابله عشان خاطر. طب روحي روحي صبي للزبون جت خيبه. الدنيا يا ناس قال يعني الشرف مساكه هنا بنات مايا ما في جهه بدري وخيانه عالحال ده ماشية بقى لها سنين والظلمي لا 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 امينة روح 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 امينة روح 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 اول ابي مين يوم 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 صبرا 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 مكانك بس يا خميس باشا. حلوة والله حلوة من بقك خميس باشا دي يا عم علام. انت طول عمرك باشا ربنا يبارك لك. بس تقول ايه بقى للزمن؟ يعني ينفع كده يا عم علام؟ ده انا كنت صاحب مكان نص المحل ده كان بتاعي. ماشي انا غلطان وبتاع كارت واتدينت يقوم يشتري نصيبي بملاليم كده ويرميني زي الكلب في الحمام. معلش ما تاخدش بالك انا عارف بس الموت مش واخد باله من لا يا عم علام. بقول لك ايه ما تخرجش الصاله انت عارف لما بتخرج فؤاد بيه بيقول ايه. انا ودني خدت على صوت طرقعه الكاسات وضحك النسوان. يا سيدي اذا كان على طرقعه الكاسات طرقعها هنا وضحك النسوان هخليهم يعلوا صوتهم. فيها ايه يا نجم انت وهو بالمصلحة واحده يعني انا يوم ما تيب بلعوب اشتغل معاك انت والسعود؟ فيها ايه يا عم؟ يا عم انا ما انت عارف اللي بينك وبين لما انا زعلان ما تزعلش مني يا نجم. مفيش في بقى غاب والسعود الخدام بقى موطف حطك في دماغه من ساعه ما اغنيتك ما ضاعت. هو مش بشك من الفرقه انت وهو خايفين من ايه بقى؟ يا فنان ما انت عارف ده انا ابو ازرق. عارفين يا عم عارفين بس انا جاي وعارف ان انت جواك فنان وانت برضه جواك فنان
بصراحة بقى أنا في أزمة وعايزكوا تقفوا جنبي وهديكوا دبل أوردر ملعون. دبل؟ تريبل. لو كده إحنا معاك يا نجم. أنا برضو قلت إن الفنان اللي جواكوا هو اللي هيتصل. الساعة 6 الصبح ستيج. ريت قلت السمير هو بيقول لك مش هقدر اجي الفرح بس بعت لك معايا المسا ده. والله يا جماعه انتوا بتعملوا معايا حاجات كتير قوي ومشكرين قوي. على فين يا عريس؟ الفرح من هنا. تعالى اوصلك يا عم. ما انا بختبرك. يا هلا يا هلا يا مرحب. يا هلا وسهلا بحم الشباب واللياقه. اهلا يا اهلا يا برنس. اهلا يا برنس الهادي. شكرا يا باشا. شكرا. ابو جاسم. اهلا اهلا فؤاد بيه. ده ايه النور ده؟ انت شلونك؟ والله انا لوني كويس اهو بلونك. ها منور مصر كلها يا جسومة يا عسل. هذا من ذوقك يا سيد فؤاد. عامل ايه يا باشا؟ كل خير ان شاء الله. يلا فلوس. تعلي تغطي تعري تغطي تسيبك تجيبك وتخلي كل الناس حواليك فلوس. تهينك تزلك تزيدك تقلك تطلع تنزل على الحل دايما تبقى اطوالي. اهلا مساء الانوار. مساء الفل. بص جاسم باشا صاحب نادي السوبر. اهلا وسهلا. اهلا يا موسي. حلوه القطه الجديده دي. انت بدات تشوفي شغل كويس. انا مبسوط منك يا باشا. تربيتك يا باشا. لا ونعمه التربيه. Allah.